شهد عام 2022 تقلبات وأحداث اقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود، إضافة إلى أحداث سياسية ومتغيرات مناخية ذات تأثيرات اقتصادية غيرت الكثير من ملامح الاقتصاد العالمي وتلاعبت بمؤشرات الأسواق المالية بشكل صادم للجميع. مطلع العام الحالي وتحديدا شهر كانون الثاني قد يكون الشهر الوحيد الذي تنفست فيه أغلب القطاعات الاقتصادية الصعداء بعد رفع قيود وإجراءات جائحة كورونا وانتعاش حركة السياحة والطيران ورجوع الحركة والعمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة. لكن الأنفاس حبست من جديد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وامتداد تداعيات هذه الحرب اقتصاديا إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، لا سيما وأن الدولتين كانتا تشغلان المراكز الأولى في تصدير الطاقة والحبوب الاستراتيجية، وارتفعت معها مؤشرات التضخم العالمي وأسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات عالية باتت تهدد الأمن الغذائي على مستوى الكثير من دول العالم. كما شهد عام 2022 كوارث مناخية عدة تمثلت بالاحتباس الحراري وموجات الحر التي ضربت أوروبا وأدت إلى جفاف الكثير من الأنهر لأول مرة منذ عقود واحتراق آلاف الهكتارات من غابات الاتحاد الأوروبي وصولا إلى منطقة الأمازون البرازيلية، في حين عصفت الفيضانات بالكثير من المدن وغرق بسببها ثلث الباكستان، وأودت هذه الأحداث بحياة الآلاف. أيام عام 2022 شهدت أيضا انهيار العملات المشفرة واستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط الخام وسوق العقارات ومستوى التضخم بشكل غير مسبوق، توجه على إثره الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لأكبر مستوياتها منذ حوالي 30 عاما. أما منطقة اليورو فكانت خسارتها مضاعفة بعد نزوله وتساويه مع الدولار بشكل غير مسبوق منذ 20 عام. وفي الربع الأخير من هذا العام بدأت تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية تتوالى حول مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي التي أشارت إلى أن النمو السنوي الذي تحقق في أنشطة التجارة السلعية للعام الحالي كان بنحو 13.8%، وهو يقل كثيرا بالمقارنة مع معدل فاق 26% في العام الماضي، كما لم يتمكن معدل نمو التجارة من الوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، في حين لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.2%، الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 2.7% فقط، وسط تقديرات دولية باستمرار الأعباء الاقتصادية التي تحتم تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة والكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.